دروس العقل ومشاكلها. دروس العقل النهارده كتير جدا بيجي لنا ناس انا تعبان انا وشي وارم، وبنتلاقي ان الضرس مدفون او في انسجه متكونه عليه وبالتالي مؤديه لتورم. في معظم الحالات احنا ما بنحتاجش نخلع الضرس، هي مشكله الضرس ده بالذات انه ما بيبقاش ليه مساحه يطلع فيها، فبالتالي احنا بنلجا ان احنا نشيله من مكانه عشان نتفادى مشاكله. انما مؤخرا برضو مع ظهور الليزر وظهور العلوم الجديده في طب الاسنان بقينا بنقدر نظبط حجم السنه في مكانها، لو في لثه فوقيه متكونه زياده هي اللي بتؤدي لتورم احنا بنشيلها. حتى لو وصلنا لمرحله ان احنا لازم نخلع ضرس العقل، الموضوع بقى اسهل بكتير من زمان، وبقى تقريبا بيتعمل بدون جراحه وبطرق بسيطه جدا وفي مده لا تتجاوز ال 15 دقيقه. فلا بد لو حسيت ان عندي المشكله دي اعمل الاشعاعات المظبوطه بتاعتي الدكتور بتاعي يطلبها مني، وراجع معاه طرق العلاج المظبوطه تبقى ازاي.